اللهم صل وسلم وزد وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. قبل ما نتكلم عن العربية اللي معانا النهاردة، لو حضرتك عندك عربية وعايز تبيعها من خلال القناة، كل اللي على حضرتك هتتواصل معانا على رقم الواتساب الخاص بالقناة اللي هو 04-303-5-91. ابعت لنا فيديو للعربية وكمان صور للعربية، وان شاء الله هيتم عرض العربية على القناة. النهاردة ان شاء الله جبت لحضراتكم عربية شوفرليه جامبو موديل العربية 2012 مستعملة للبيع في مصر. يلا بينا على بركة الله، هسيب حضراتكم دلوقتي مع بعض الصور الخاصة بالعربية، وبعدين هقول لحضراتكم على مواصفات العربية وكمان سعر العربية وكمان طرق التواصل مع صاحب العربية. يلا بينا على بركة الله. رجعت لحضراتكم من جديد علشان اقول لحضراتكم دلوقتي على بعض المواصفات الخاصة بعربية شوفرليه جامبو موديل العربية 2012. العربية المكنة بتاعتها ما حلتش مسمار، العربية حالتها ممتازة، العربية تلت نقل، العربية مرور كفر الشيخ سيدي سالم، العربية موتور بتاعها NKR، العربية زي ما قلت لحضراتكم ما حلتش مسمار من المكنة، العربية آلات الجر والشاسيه والكورونا كله بحالة سليمة، العربية باور، العربية مش عايزة جنيه مصروف. هقول لحضراتكم دلوقتي على سعر عربية شوفرليه جامبو موديل العربية 2012، سعرها 175,000 جنيه. سعر العربية 175,000 جنيه. قبل ما اقول لحضراتكم على طرق التواصل مع صاحب العربية، الفيديو اللي معانا النهاردة بتاريخ الخميس الموافق 17/3/2022، يعني لو الفيديو مر عليه اكتر من اسبوع ياريت حضرتك ما تتصلش بصاحب العربية، لانه غالبا بيكون باع العربية. للتواصل مع صاحب عربية شوفرليه جامبو موديل العربية 2012 هيكون على رقم 0114-46-149. للتواصل مع صاحب العربية هيكون على رقم 0114-46-149. ده كان موضوعنا النهاردة، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.